السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم علي العراقي. راح أكمل سلسلة تقديم لعبة Unkilled مغامرات والأكشن مع الزومبي. طبعا راح أحاول أسوي التقديم بسرعة لأن إذا خلص من الألعاب حجم يعني ما أخذ مساحة هواية من الجهاز، فذاك راح أنزل تقديم كل يومين أو كل 4 أيام. فنبدأ. أول شيء خلينا نشوف شنو الصناديق. نفتحنا صندوق. ثلاث بطايق، فلوس. Damn, this is sweet. Sorry. Hell yes. Hell yes. ما أعرف هذا نفس ال LGR اللي أخذته ذاك الأسبوع أو ذيك الحلقة السابقة. أعتقد نفسه. ما عجبني. هاش مو قنابل. هذا أحلى. اخر شيء انا لعبته من 1 للـ5، هسه حلقة الساسة نبدأ. الاسلحة اريد هذا انا حسين. نبدأ حلقة الساسة. ايوان رابط التحميل شباب بالوصف. لعبة مهكرة طلقات لا نهاية. اوه بعدور بس لا حيقوم زولي. يوه زومبي. خسرية ميركا. عشانو شباب عذرون الصوت هو باي قطع. السبب صوت برامج المونتاج كين ماستر. هذا خبلني البرنامج. بس شو تسوي؟ هو الوحيد اللي اشتغل عليه بالقناة. يعني عندي موبيزين دايد اصور برنامج على مثلا برنامج شرح مال برنامج خارجي او اي شيء، بس ما اقدر الصوت يخربط. راح احاول انزل تقديم اسرع وقت حتى اخلص من الالعاب، خاصة لعبة موتريل كومبات اكس. اي تقديم بسرعة حتى احذفها، او احتمال تقديم يعني اسوي بين فترة وفترة. هاي اللعبة ليش ما بيها استعراضات؟ كان صار تحليل. شكو هنا؟ جو فجر برميل. صواريخ العجيبة. سرعة ثانية شنو؟ قناص. ما بي نيشان، ما بي حرامات. القطار اكيد حينزلون من عندي. لو غفلت بيه حفلت بيه. اذا مهمة الساسة خلصت. رانك 4. هاي 10 قطع ذهبية. شد مهمة السابعة. قد اطور سلاحي. خلاص ستارت. اذا انت تكمله مهمة السابعة القطار. طبعا هاي منو؟ واحد من جماعتنا. تعالوا انفلتت فلت. شكو لقد حوصرنا قناص. لو بي نيشان يابا. كان صوتوني شوي غريب لان هاش صاحبي هذا. نافتات.
شين لكاي يابانيين مدري النينجا من النينجا شكله طقه لك لك ما بنشان حماسه ما ارق الناس جو جوي جوي ترى جوي الله جون صفح صفح شك شك عربوني لك صارت بها عوادين افليت انا اقدر اشيلهم بالصارخ بس لا اذا استمتع استمتع يابي راح يجيني فشي فالصوت فشي ضخم هنا أنا. صوت شي ضخم بقى الاسلحة بقى مرحلة الثامنة الغريبة ويا يمكن يا لبني نفسي ابدأ طلعنا بالشارع اي كومو جوي ذاك صاحبنا يلا يلا خل نروح على صاحبنا يابا افتحنا الباب افتحنا الباب دحكي شي ماكو استعراض شي كل شي ماكو كل شي ماكو صراحة نكره الالعاب مهكرة بس شي السوا هاي يعني ضليت احاول احمل منه ومن لحد ما حملت هاي واشتغلت مهكره شد شقد دورت نسخه زينه ماكو هاي مهكره رابط تحميل بالوصف شباب ذاك واحد من بعيد ما هذول الزنبي يفترون بالنهار ما يهم الشمس هاي المهمة خلصت المهمة التاسعة هلا راح نوصل الوحش هاي هنا البكتة او الدوشكة يقول لي باب اول شي سلاح سلاح يقول لي عفوا سلاح هقول له هذا اريد كله باق باق لازم اطوره تطوير يابا تطوير ذهب وفلوس عندنا بليف يعني بليف هاك يلا هسه راح تبدا المهمه يعني هو هذا السلاح ماشي لو امشي ويقول لي طور طور ما ادري شنو هو سلاح عاوي مو عاوي يعني ما اقدر امشي شي مجرد دوشكه محطوطه وهاي اوكي اوكي وهلا بالمهمة العاشرة والاخيرة لهذا اليوم
الأسلحة كلهم بالذهب، يعني الذهب صار أهم من هاي الفلوس. وأنا كل مرة أصرف الذهب ما أصرف الرصاصة، أقول زين. نبدأ المهمة ونشوف. هلا هلا هلا، وكان يجي كان يرجع. فلس صاحبي ايه قال ديش مرة كتني خلفني الله. واه يشمر النار ابو النار. كورك 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 افلت افلت. هذا سوا صدق هاك هاي لك رجعني بيها والله. حمسني لازم هاي توقف قدامه وتوخر. موت يا نوبي موت موت. لك 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 يا ابو طاقتي طبعا منه حدا الرفوع. طاقتي هي. موت موت واخيرا. اذا خذهن بسرعه اختفت. اذا خذهن صندوق صندوق صندوق. فتح بك السلاح جديد. هلا هل يس ماشين جان. هاي طاقة صارخ. هذا اللي هنا شباب، خلصت الحلقة لهنا. وبعدين نشوف بالحلقة القادمة نشوف شنو هذا الخيار. طبعا سلاح جديد شد. بالحلقة القادمة نجربه ونشوف شكو هو الجديد. إذن كان معكم علي العراقي، تحياتي.